بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا الكلام هذا لكوبي كريم كذب وحانو جونا ما تعلم أهان قضية قصة أبسان دول كان وقبور أهان لو استعمالي وأرن كيسي حقن كيساء نسوي ديان مسؤولين كم إذا دولة الصوماليات سيلي أو قال دين تاني الإسلام كحي كقبته دول كان عام كا ودن تقود أه وأصل أهان الدولة إسكالا هيد وقبور أهان لو استعمالي أيضا أن إذا دولة لو هي سنين وقفنا وسنا هين ما أنت أنا أجريت باهي ودولة حق إذا ودول كان يديغان كان دولة وباهنت هاي إنه استعماشه دناها جود عن قارهان دفاع ذلك يأرمها اللي حلي أرمها هاس ولما أنا مركي أرين كاس أنا سكوا رئيسناي وحق الشريعة عن فيرناي ودول كانوا أي نصب بعدين يهاي دول دول ذات إنه أها إنه دول عام أها وأن لو تلاجلين إن قبور أهان هي لا استعمال حباله لكن ظروفه أي كانين أو دوثكو ما ركتي سكا استعمالين ما أنتنا دنقود إيا باهي دالك أولي هاي لغو باهضي إنا يحبون تهي إن دول كان دورته استعماشه دنتا قود ودفاع دالك أغو مهمسي هاي إن قبورها إيا دوثكا دكو حبالنا إن ميل مناسبة إيه ما ركت الله إيقو اللقيه أيضو حرمود الإعلان هايو وكرامته أن واحد قد بينين وأن كلا هذا اللي عن قولك بنادر إنه إن شاء الله تعالى وجود أسره من الدياريين سينو شيئين ميردت كان ميتيد ألجين إن شاء الله تعالى لقى صحيح أي حرمة ذلك ميل وقفة يكون نجاذان أي ألجين دون إن شاء الله تعالى مركا هنقول باقي أنا شعب الصوماليد إن أساس أجاذان وشيء رنتي ما رأيت عن حنون كيسله لكن هذا باهدا دلك يدنا عامك هي كينا هي انت كو اصلا اله سبحانه وتعالى ذنبك الله ضافو ميل في عنا الله قي سبحانه وتعالى انت قد انت ان اله سبحانه وتعالى فقصي صور ايمان عن دوردنا الله وافقي اني عن فلوسه دنت قود هانيد وهذا دول كان لو استي ان شاء الله تعالى مرك اناس ان سو جيدين ان دول كان يهي ما رجت دول عامه او سو وقف اهين حبالنا ان لوغو تلا غلين استعمال كل استعمالنا ظروفا كينيا واخ صح او لوغو سو جيري كرو اما ما رجت لوغو متيسن كرو ما اي اها مرك ددك دي كو اسنا ان لا اسكا كاشدو سي لو حرمين لها او ميل مناسبه لو غين لها ميشان دنتا كوين ارنكاس لو استعماليو ان لو دياري با سو جيدينينا إلهي دمانتين كوي سكا شذا خير كالها نغدغو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل كأيا سيدة قدومي هابا خدواجد دونا أيا نوشاق إنو أيوغو أي ديارو يهنين أي بحيان سي أسلوبيسان وناكسان أيو آسان أنك حتى علماء هان وحان كدل من قبل كأني ماشي أقو تلقلين مركي آسا يان أن تغنو أو أن أرغنو أو أن سانو كلاهتا أن أمد أولا وداغن إني تامال مناسبة وميتك وغلانتا مركا ولا ليال وحن كسو قبقبين يا إلهي سبحانه وتعالى وحول بأحكام شرعي وكسو دجيي رول كان ملكي ديس الدولة الصومالية يا اسكالي أيضا أيال الربا إني ما ريسو أيضا الربا دانا عام إني يقو أديك تدلك دانت عامك دانت خاصك هدي اسكورتي ما دانا مد عامك هالهور مريا مد عامك هالهور ريسو مركا قفك النول أو ربا إنو قوري كدستو شخصي أو قدستو إيا قفك انتو لغو آسا إنو قبر لغا دقال ربا لبدا بو حاكم يوسن دانا عامك أو دولد أو قبان يسا دالك أمن جيسا إيا دفاعي سا إيا هرمان تيسا إيا وحياباك لاتو أيضو مركا دولد أي قو آسا تو ودوكتي ان دولد وحي حتى حق لاتو كتبت علمك أي عدين يسا هدي دان عام أو أرى تقولي هددكو إليهين أما وضع أي مرسين يسا أما أي حرمة اسبتالة أي جامعة أي ربتاني كدستو واركتو قوري قفلها أي أي اللي جبيو أقف كاس ملكا لغا سينا يا قوري دولد عوض سينا يسا ماشا سندن تقودا يا لغا سمينا يا فما بالك مركا ميلا يسان أول بددكو أي سلهين أو أي ميزك إساقا آسين أي قوم فيرين شرعية دي يسا مركا وحا واجب أه إن شرعية دي ميتك لصحو ودمان ددكا إن يكلب بحان
لفها دت كده انت لون حريص ده ما انت هذا ماشي ان لقب حيو قبورها لوجو تلاقلوس الشرعية قرو قرو هذا آخر آه إن جيستان عدي أن أودين أن بدت كده يصير جوجنا قبل كله سو حرير نصير علم ده رأوش أكتي بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك يا تليها يا علماء الدينك لمن وسلاميهن يا صاحب صحافة طبعا علماء هذا الشيء مناسبة هذا ومهم سنة ولا جهد لا ينوحي هذا لول كان أنا هذا تاجنه يا مارك توحكوا سابسا لول كان سيدات أركيدين مركي هرنا dul wuxuu ahaa caam ah oo dawladdu ay lehed markii dambana si aa loogu talagalin ama maaragtay xaaladihii dalka ka jiray ayaa meedad fara badan halkan lagu dhigo dad badan oo dhintay oo kala duwan oo maaragtay Soomaaliyeeda halkan ku jira waxa soo baxday dhulkan inay dawladdu u baahan tahay oo baahi xoog leh ay jirto dabcan اسكما النفوذ دانو اسلام مركيب الومسي اردن سيدا هدا او شي علي وديس او شاغي وزاردا او غافت اي دينتا ايو قبل كبنادر ايو ماركتي وزاردها قاركود وحي لحريرين علومات الصومالية دي لحريرين وحي اوبان لغان ان ماشان داتك كدوغان هدي ماركتي لبحيو دولدو هدي اوبا هانتا رولكان وحي دينتو كقبتو محايا لدى انك مركز الشعب كا إن لهودا إيه ماركتي لهودا إنتبا إن أنا إلى لنان واجب نجسي عرين هدان دولة دين هاي علوم مدن وعلوم مدى دات كان ماركتي وحا في عن إيه وحا حون إنتبا وشيغي لهد بركا علوم مدى دات طبعا تاسك هذا الشيء دين تأيه وحا إيه كغبت ماشان وحا الربا هاد السيدي اللي شيغي دولة دي سوماليا دا أباهن دات كهل كان كجيران حقوقي لي horay u dhintay aniga waxaan rabaa marka gobolkii aan ka socdo hadda afkii gobolka banaadir aan ku hadlaaya waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan dadka halkan ku duugan qofkii la baxri kara oo awoodiisa ay tahay oo inuu ehelkiisa meeshan ku duugan la baxo waa loo fududeyn doonaa hay'adaha amaanka oo taliska booliska ugu horeeyay iyo gobolka banaadir la fududeyn doona la tartiibin doona inay la baxaan meeshii markaas ay ugu tala galeen ay ku duugtaan wixii kale oo maaragtay la bixi karin gobolka banaadir mas'uuliyadaas qaadanaya meelo uu u diyaariyay jirta oo uu maaragtay culimada laftirkooda ay wax ka soo arki doonaan meeshaas insha Allah ta'ala aan ku duugi doona nidaamkii iyo qaabkii loo saari lahaa وكاشا غينا انها دولا يرهوشي دي هدير كوجهنا مركا وحن ربنا سيداس دي دوينو انو يوغا دان حقوق دا اولي هاي قف كان ميت كا مدد كان هل كان كوجرا انان سينان ديار ان هاي وادد اهل كينية وادد صوماليات نغمفض دا انان هدى مارك تي قاشن كان لغدر سببتا انت علومة اللوغوتكي intaas lix bilood ka hor ayuu hadda shacal wadiis sheegay inuu wasiirka muqtar roobo uu la soo xariiray anaguna waa la xariirnay intaasna waxaa la rabay in maaragtay processkii ama qaabkii maaragtay dadka halkan ku jira xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen dadka soomaaliyeedna aysan isdhihin waxba la xumeeyey dowladda iyadu xuquuqdii dadkana ilaalinayda kan meydkana ilaalinayda dadkiina mas-uul ka ah ayay go'aan kaas qaadatay baahi weyn oo dawladeeda jirta culimadina waa ka hadashay anaguna diyaarna haduu Ilaahay yiraahdo marka hadda kadib waa gobolka banaadir la soo xariiri doona haduu Ilaahay yiraahdo hay'adihii amaanka oo booliska ugu horeeyana waa joogan wixii waa tartiib doona aad iyo aad aad u mahadsan tihiin marka taliyihii booliska iyo wasiirki wasaaradda difaacna waa nala joogan iyaguna طبعا
كلمات يري كده دونان وكل ساب سن هوشان آدي هذا دم هاد سنتين هاد كدب وعن كود حرير دونا سدي هل كان لوجا شق قلي لها قفكي ميت كيس قاعدة كرا يقفكي مارك تلو سارة أنت آدي هذا دم هاد سنتين ها وحن ربا مركا وحيران ربا انت انا كدرو وربحينه دتك دتك لبخي كرين ميدتك هلكان كجرا انغا بخينين انغا انا ميل جينين هدو اله يرا هدا انو تلاغل اهلدودنا اي اوغتahay اي اوغا دونان ميشان جينين هدو اله يرا هدو يا دولكان كدوغين qodobka labaad muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo 10 bari ayaan rabnaa in lagu la baxo ee loo soo diyaar garoobo ee dadka raba inay maareeyaan meedka la baxaan muddadaas 10 ka bari ay haystaan wa billahi tawfiiq adu ilaahi ra بسم الله الرحمن الرحيم وسيرك يا قدوميها يا علماء دينك يا باص حافظه وسلام يا سلام علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب علمادنا انو شيكتي مسلمين تا هلكن كو دوغن حرمه اي ليهين يا واجبات كنغا سارن انغ او تيخ غليناينا او خشميناينا باهيدا كتيميد ما ارغتي باهيدا قرن اتيميد aya hadana anaga ciye ka ciidan bulshahan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meedidka halkan ku aasan in aan u fududeyno markay processka ay soo maraan loogu talagalay kulli gudiba la magacaabi doona gudigaas la magacaabo iyo saraakiisha bulshiga halkan joogi doonta hadii aan la idmo si dhow ay wada shaqeyn doonaan waana u fududeyn doonaa hadii aan la idmo processka la bixitaanka cidii aan la bixi karin say culimadu sheegtay iyo gudoomiyaha gobolka ayagana processkaas unbay soo mari doonaan hadii aan la idmo marka aad baad u mahadsantihiin بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد والمودين كصوماليات قدوميها قدومي كحجان قبل كبنادر إيو طلع عيدا كبوليس كيرمان بعض الصحافة دا إيو قفل بالكان جوجا مسب كيسان كسلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي ما أنت وحن ميشان أجوجنا عرين شعب كصوماليات يجودان قرن كصوماليات قيمة ويقول dulka laga hadlaayo waa dulka kasoo bilaabanaya irida airportka hadda ay tahay oo maaragta marina gate loo yaqaan oo ku yimaado isbitaalka yardimili inta u dhaxeyso iyo badda inta ka xigta waa dulkaas dirbi ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dawladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu qabo darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sida u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira dawladdu sida ay maareeyay culimadu ay u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliska ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qowrahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka Banaadir sidoo u ballan qaaday in si ashwaaciya aan halkan lagu imaan
oo xafiiska maamulka gobolka Banaadir uu process ka soo bilaabanayo oo halka la tagi doono marka kadib taliska booliska oo meeshan gacanta ku haayo qofkii oo procedure-ki soo maray oo u yimaado sidaas ayay haddeer hawshan dadkii u xil saarnaay u diyaariyeen waxaan rajaynaynaa in si maaragta sharaf leh karaam leh ku dhamaato dhulkaanu uu noqdo dhul adeeg umada Soomaaliyeed loogu adeegayo uu noqdo oo qarankiisi iyo sharafkiisi looga shaqeynayo waxa iska jiri doonto sida caadada ahayd in warxuma tashiil iyo dad been badan ka sheegi doona jiri doono waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed in aynan dhig jalaq u siin oo waxa qarankooda iyo sharafka maaragta oo sharafkooda quseeyo oo u sheegaysa dawladooda inay sidaa u qaataan hadii Ilaahay yiraahdo waqti dhow ay arki doonaan dhulkan oo adeeg qaran laga bixinayo aadan u mahadsantiin salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.